السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبة السمرة أو حبة البركة على الريق، ملعقة مع ملعقة عسل، والله العلي العظيم يا فيها من الفوائد اللي ما يعلم فيها إلا الله عز وجل. طبعا أنا جربت، يعني كانت واحدة من زوجاتي تعبانة، عندها غدة درقية، جلست أعالجها بالأردن تقريبا سنتين. أول كانوا يعطونها يعني حبة 50 بس ما عاد يفيد معها، أعطوها حبة 100، قوة الحبة 100، تأكلها طول الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ما عدا يوم الجمعة ولا فاد شيء. يعني تقريبا سنة ونص حنا نعالج ولا فيه أي فائدة. طبعا سنتين اللي هي مدة جسمها، الفحوصات من الفحوصات كذا، بدينا عاد بدأت تأخذ الحبة سنة ونص ولا فيه أي فائدة. شهر واحد وهي تستخدم الحبة السمراء مع العسل، والله العلي العظيم أن حتى الأطباء أنهم انبهروا من الغدة الدرقية اللي عندها، مرة أضبطت عندها بنسبة 100%، وإحنا ما استخدمناها إلا شهر واحد. والسلام عليكم ورحمة الله.